من جامعتها النابضة الجامعة العربية الأمريكية نؤكد مشاركتنا في مؤتمر الرياضة والمرأة مارس 2019، وستكون هذه المشاركة إن شاء الله من خلال أبحاث قيمة ونوعية ومن خلال بحث جماعي يشمل جميع قطاعات رياضة المرأة في فلسطين. جاء التأكيد على هذه المشاركة بعد الحصول على اعتماد كلية التربية الرياضية في الجامعة العربية الأمريكية، وإن شاء الله تكون مشاركة قوية، مشاركة فاعلة، ومعاً لتحسين واقع رياضة المرأة العربية والفلسطينية. شكراً.